الاتحاد الوطني الكردستان اليوم طقها بالوجه وقال مرشحنا مدعوم مو بسيارة لا من الإطار التنسيقي وعزم وبابليون وحتى المستقلين اي هيك قال محمود خوشناو وريزان الشيخ قالت فشلنا بالتوافق على الرئيس واحتمال يروح برهم ورابير المجلس النواب للتصويت فرادى ويأتونك من أربيل والسليمانية لقصر السلام فرادى. الجماعة بيناتنا يحضرون القصر السلام بلكي ورا العيد طبرة بار برهم وسيد الحنانة هم يحضر بس الصلاة الجمعة ودزلهم مو اثنين سبعة وين وين من المقربين يعني شغلة حمت وبنص تموز ورا العيد بس لا صدق جاهزون زين انتو هم جاهزون الأكشن؟ ما يسكتون لا هم يتحارشون الجماعة وبكل ثقة محمد الصيهود يقول مرشحنا المالكي يا بليش يقول أبو إسراء قوي وهو الوحيد اللي يقدر يتعامل أي المشاكل بالبلد وبهذا الوقت المشاكل ليش هو البلد بيه مشاكل مو قلنا تحضروا للأكشن ما صدقتونه. هالأيام النزاهة تشتغل يومية بيان بخصوص ملفات فساد واليوم كشفت عن هدر 7 مليارات بالناصرية والديوانية ماكو شي بس الجماعة رادوا يكحلوها عموها لأن الهدر صار على مود يلغون مساحات خضراء حتى يسووها قطع أراضي وينطوها للمتنفذين يا معودين احنا ندور على وصلة خضراء اختناقنا. يقول لك الجار قبل الدار بس هي وين هالدار وهنيال اللي حصل على سكن ومستشار الكاظم الاقتصادي مظهر محمد صالح يقول أنا خايف من تفاقم أزمة السكن زين يابا شنو الحل؟ قال سياسة الحكومة هو مشروع أبنية واطئة الكلفة بمواصفات لائقة أو جيدة سيادة المستشار أخاف مثل الشقاق أم 300,000 دولار بالعراق لا تستغرب من كل شيء بحيث الدليفري صار يطبق لك حتى بالحلم عادي ونسوان الطباخات صار أكلهن كل دليفري بس وقف أكو غير دليفري الدليفري الجديد صحافة إيه يجيك باجي ملون يخبل مال صحفي ب50,000 والتوصيل مجاني زين الباج حار بارد وهذا صار وهذا الدار.